السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. قراءة روحانية بضربة الودع لمواليد برج الميزان. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ننزل في التعليقات نصلي على الحبيب المصطفى بنية الفرد وندعم الفيديو في اللايك فضلا وليس امرا. بسم الله الكاشف، شايفنا اللهم صل على النبي، يعني الامور يعني هتروح في مكانه عالي وقريبا هتشعر بالسعاده عشان يعني الحظ معاك. في تغيرات قادمه والتغيرات دي هتدق بابك، عندك بدايات عاطفيه وشايف عندك هنا يعني وامور جديده وهتتخلص من علاقات سامه. في عندك خروج ناس من حياتك، الناس دي تعباك مضايقاك، تخلص من الطاقة السلبية اللي عندك. في عندك طاقة سلبية شديدة عاملة لك ضيق، تعب، خنقة، تعب في الظهر والمعدة والعمود الفقري، وأكتر حاجة التفكير السلبي والتعطيل اللي عندك، كل حاجة رح تخلص منه بإذن الله تعالى. شايف الطاقة عندك، طاقة الخير هتتفتح معاك. شايفك انت يعني صبور ومتحمل غلطات الناس اللي حواليك، متحمل كتير، مع انك يعني مع العلم انك بتقدم عطايات كتيرة، عاطي ناس كتير وبتقدم لهم الخير، بتقدم على قد ما تقدر، ما بتحبش تأذي حد، ما بتحبش الشر لحد، بتدي كل الخير للناس ومقدم لهم عطايات كتيرة ومستحملهم. رب العالمين بينصرك رب العالمين على امور معقده حواليك. وكني شايفك هنا يعني بتحاول الفتره دي تبعد عن اي غلطات ممكن تقع فيه، بتحاول تبعد وهتبعد على قد ما تقدر عن الغلطات دي. شايف عندك هنا طال انتظارك في امور يعني كثيره حواليك، انت هنا على وشك يعني انتهاء من مرحلة يعني مرهقة، مرحلة متعبة، امنياتك هتبدأ تتحقق. وكأني شايفك هنا هتبدأ تحافظ على اوضاعك في بعض الامور اللي حواليك. شايفك هنا هتتبع يعني طريق حلوة، شايفك هنا مع بعض الاشخاص، لان هنا شايفك هتتعرض لبعض المضايقات، في مضايقات هتضايقك خلال الفترة اللي جاية. شايفك هتخلص من علاقات مرهقة وهيكون عندك العزيمة انك تتكلم على يعني على ظلمك. شايف النجاح هيكون معاك الفترة اللي جاية. عندك شخص بينفك بينك وما بينه يعني بلوك قريبا، انفك ما بينك وما بينه بلوك. عندك مبلغ مالي او مادي بتحصل عليها، بس هنا شايف عندك هنا شخص مقرب، الشخص ده مقرب يعني مقرب بعيد ما يعني في مكان بس قريب يعني من العيلة او هكذا. الشخص ده يعني مش كويس، بيحاول يأذيك بأي الطرق. شايفك هنا انت يعني بس انت هنا في مرحلة تغير، بمعنى اشخاص هتخرجهم برا حياتك، وشايف هنا اشخاص برضه هيخرجوك برا حياتهم. انت عندك يعني تعب كتير ومريت بظروف كانت قاسية، ولكن اتحملتها لوحدك، اتحملت كل حاجة لوحدك، الظروف القاسية وكل حاجة اتحملتها لوحدك. شايف هنا في اتفاق، فانت هنا هتتفق مع يعني هتتفق شيء، شايف هنا بدقة وهيكون فيها شكر، ويعني هتعمل حاجة برضه هيكون فيها شكر، يعني حد هيشكرك انت. شايفك هنا هتلم يعني هنا، بس هنا شايفك هنا حاول يعني تلم بعض المشاكل، يعني في عندك شوية مشاكل حاول تلم المشاكل دي، بعض المشاكل دي يعني المتعلقة من فترة في حياتك.
عندك يعني عندك عدة نصرات كثيرة، عندك عدة نصرات جيالك من رب العالمين، وكان شايفك هنا عندك شخص، يعني الشخص ده هيتحصر عليك من قلبه، الشخص ده هيتحصر عليك من قلبه بسبب يعني موقف يعني حطك فيه من قبل. شايف عندك يعني عندك هنا ثلاث زعلات، ثلاث زعلات جايين لك، في عندك مكالمة تليفون بتجي لك بتزعلك، ثلاث زعلات او ثلاث حادات يعني بيزعلوك. اول حادة مكالمة تليفون، المكالمة دي بتجي لك بتزعلك، او ممكن يعني تعطيك يعني مكان، يعني شايفك برضو هنا بتعطيك مكان شخص من الابراد المائية بيتعرض لوعكة، الوعكة صحية، وحواليك اشخاص هنا بتغير منك، يعني شايف هنا اللي حواليك اشخاص بتغير منك، بس مش يعني بتوصل لك غيرتي بطريقه يعني بطريقه مباشره. شايفك هتاخذ قرار بينك وما بين نفسك بقطع علاقتك بشخص، بس احذر يعني هنا احذر من مجتمع الاصدقاء حواليك عشان حتى يوقعوك في فخ انت بغنى عنه، انت بغنى عنه. شايف هنا شخص هيكون عايز يعني منك، الشخص ده خلي بالك عشان هيكون عايز منك علاقة غير شرعية، خلي بالك يعني. والفلوس اللي جاية لك الفترة دي، يعني الفترة دي اللي جاي بزيادة، ومع العلم هنا عندك دخول محكمة، عندك دخول محكمة بس ربنا بينصرك فيه. بعد اتنين اوقات شايفك هنا بتختلف، شايفك في اختلاف، بتختلف انت وشخص على موضوع يخص الماديات، واحذر الفترة دي من الفتنة، من الفتنة اللي حواليك، احذر الفترة دي من الفتنة اللي حواليك. شايف هنا شخص من الاهل هتتورط معاه، يعني هتتورط معاها في موضوع كبير وهيكون سبب خلاف بينكم. عندك سفر، عندك سفر جاي لك في مناسبة حلوة بتحضرها، بس حاول تبعد عن الارهاق والزهق اللي جواك، حاول تبعد عن الحياة اللي تعباك، اخرج اطلع من الضيقة اللي انت فيه. شايف حاسس في ناس بتشرط عليك، ما عايزكش تخرج، ما عايزك، ما خطة فروضها عليك، الناس دي مسيطرة عليك كمثل زي عم زي ما بيقولوا، لكن انت عايز تخرج تطلع من الضيقة اللي انت فيها، عايز تفرح، عايز تحاول تنبسط، تطلع تشم هوا، تخرج، الخنقة مسيطرة عليك، الطاقة السلبية مسيطرة عليك. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا يعني نفسيتك يعني، بس بسبب التعامل الاشخاص معاك بطريقه فيها نوع من يعني الحديه او الكلام اللي مش كويس، بقول لك هنا احذر من الغيره، لان الغيره هتولد معاك مشاكل خلال الفترات اللي جايه. عندك اشخاص، عندك اشخاص هنا هتتهمك في بعض السلوك، يعني هتتهمك في بعض السلوك اللي هتتعبك، وكأن اتهامهم ليك بالحقد، يعني اتهامهم ليك بالحقد داخلهم، بإذن من رب العالمين هتنتصر على بعض هذا الأشخاص اللي حواليك، نيتهم ليك مش حلوة. الفترة اللي جاية شايفك هتتعامل مع شخص ليه قيمة ومكانته عالية، أو مكان ليه مكانته، الصبر هيكون حليفك، الصبر هيكون حليفك الفترة اللي جاي، عشان في شخص هتتجاهله في كتير مواقف، وده هيولد نوع من الغيرة. شايف الرزق جاي لك، الرزق جاي لك من بعد مسافات، الرزق جاي لك من بعد مسافات قريبة. عندك هنا سفر، يعني السفر ده عن قريب، قلبك هنا بيفرح بخير، شايف قلبك بيفرح بخير على حد مقرب منك.
وعن قريب بتحضر مناسبة أو فرح أو خطوبة عن قريب. في عندك إنسانة، عندك دي يعني إنسانة، هذا يعني احذر مني واحذر، عندها تصرفاتها معاك مش كويسة، احذر من الإنسانة دي، عشان الإنسانة دي يعني مش بتحب لك خالص الخير، حابة تكسرك. هاي الإنسانة عاملة زي العقربة، بتلدع وتختفي، هي دي سحراك، هزياك بالسحر، هو اللي دمر حياتك لفترة، السحر ده اللي تعبك جدا. هي دي الإنسانة دي مش كويسة، شايفك هنا بتخسر حد أو حصل ما بينك وما بين الشريك، فممكن تخسره البعض هنا، ممكن يخسر الشريك أو خسر الشريك. شايف طاقتك نفذت، ولكن جواك الأمل مفتوح، وكأنك بتطلب من رب العالمين الهدوء والاستقرار في حياتك. شخص هنا بيفتن عليك بكلام، ولكن الفتنة فتنته دي هتوصل ليك، ومش هتع يعني مش هتعرف تعمل معاه أو مع أي حد حالي، هتسكت. لكن التغير جاي لك قدام، وأنا شايف إنه يعني خلاص ديالك الطريق الصحيح اللي هتمشي فيه، في كتير أمور هتفرح بيه، في حكم محكمة هيكون بشرة خير ليك أنت. قد ما تعرضت للطعنات رب العالمين هيقف بجنبك، لأنك تعرضت لطعنات كثيرة، لكن رب العالمين هيقف جنبك ومعاك. شايفك أنت هنا في مرحلة تغير، بمعنى أشخاص يعني هتخردهم عن حياتك خالص، هيطلع بعيد عن حياتك الأشخاص دي. بس أنت شايفك هنا يعني في حالة من الاكتئاب والخنقة مسيطر عليك، وكأنك صابر على التغير في عدة أمور في حياتك، وكأنك بتسأل رب العالمين إنه يقف معاك قدام يعني عيون الشماتة، لأن شايفك هنا يعني قافل على نفسك كتير ومنغلق على حالك. بس عندك رزق، بقول لك عندك رزق، عندك تيسر رزق، وعندك بإذن الله خلال الفترة اللي جاية، وعندك أكتر من نصر جاي لك، عندك أكتر يعني من نصر، حدث هتنتصر فيها كتيرة وهتنبسط بيه. في عندك شخص على ما هياخذ منك مصلحته هيطلع برا حياتك، وهيطلع فيك عيوب، هيطلع فيك عيوب الدنيا والآخرة. الشخص هيطلع فيك عيوب الدنيا والآخرة. عندك قضية هتخلصها على خير، شايفنا في انفصال أو حد ما بينك وما بين شخص، هتوصل ما بينكم بعض بإذن الله، وهترجعوا من جديد للمحادثات ما بينك وما بينه. شاف شخص هنا، وفي هنا مع كل اللي حواليك، وهنا خلي بالك منهم، خلي بالك أكتر حدا من المقربين دول، خلي بالك منهم أكتر حدا، لأن شافك هنا بتحاول تكون حذر من تكرر يعني غلطاتك، لأن غلطاتك السابقة كانت كتير. وحتى أنا شايفك هنا هتبدأ تتعامل بذكاء مع بعض الأشخاص اللي حواليك، بترتاح. شايف هنا يعني مع شخص هنا في كلام، وهتبدأ تتكلم عن اللي كل اللي جواك، هتبدأ تتكلم عن كل حاجة بدون قلق وبدون خوف، بدون أي قلق وبدون أي خوف، هتفتح ليه قلبك، هتقول له على كل حاجة تعباك أو كل حاجة واقفة معاه، هتفضل تحكي معاه وهتفتح قلبك ليه. الرزق حواليك، والرزق دايلك حلو، هيجيلك وهتنبسط بيه. وانا شايفك هنا يعني الرزق دايلك مليح، ورميت حمولك، قد ما كنت مهموم رام حمولك على رب العالمين، على قد الهموم اللي عندك والتعب وكل حدا عندك، بس رام همومك على رب العالمين، ورب العالمين مش هيخذلك ابدا، رب العالمين دايما هينصرك وهيقف معك من تكرر غلطاتك السابقة،
وحتى انا شايفك هنا هتبدا تتعامل بذكاء، بتبدا تتعامل مع ذكاء مع بعض الاشخاص اللي حواليك، بترتاح مع شخص في الكلام هنا، وهتبدا تتكلم عن اللي جواك، هتبدا تتكلم عن كل اللي جواك بدون قلق وبدون خوف. شايف رزق حلو هتهدي لك وهتنبسط بيه، الرزق ده حلو هيدي لك دايلك، وشايفك مبسوط بيه وهتنبسط. وانا شايفك هنا يعني قد ما تكون مهموم ورام حمولك على رب العالمين، بس انا شايف هنا شخص يعني نرجسي بيكون مخطئ معاك في جميع تصرفاته، وانت مش هتكون هنا يعني شايفك مش هتكون عارف تحط معاه النقط على الحروف. شايفك كده بتبدأ مع شخص بداية جديدة، بتبدأ مع شخص يعني شايفك يعني بتبدأ بداية جديدة. شايفنا هنا في عندك يعني وحدة بتتدسس عليك، الست دي او الوحدة دي عمالة تتدسس عليك بطريقة فيها نوع من الذكاء، بس احذر الفترة دي من شخص هنا بيحاول يعني يقلب عليك. الشخص ده عايز يقلب عليك الترابيزة، في حوار بينك وما بينه وعايز يقلب عليك الترابيزة ويقلب عليك كل حاجة، وهو في حوار ما بينك وما بينه يعني، ولكن رب العالمين بينصرك لان قلبك طيب، قلبك صافي، بتتعامل بحسن النيه. في مكالمه تليفون بتديلك من شخص غايب عنك، عندك موضوع يعني فيه امضاء، الموضوع ده فيه امضاء هتمضي فيه على عقد امتلاك يعني، او لشيء قضيه في يعني حاجه هتمضي عليها، رب العالمين بينصرك فيه لأن ممكن تكون قضية. في عندك هنا موضوع يعني نقلة بتتم معك على خير، موضوع نقلة من مكان لمكان هتتم على خير معك بإذن الله تعالى. عندك مناسبة حلوة، المناسبة دي حلوة وبتحضرها وبتحتفل، يعني بتحتفل بشيء يخصك او يخص حد يعني من عتبة العيلة، بتحتفلوا مبسوطين يخصك او يخص حد من عتبة العيلة، فيها يعني فرحة ومبسوطين فيها. شايف عندك هنا بس عندك حيرة من العالم والناس اللي حواليك، محتار، عندك حيرة محيراك من الناس كل الناس اللي حواليك دول، كني شايف انك يعني شايفك هنا مش عارف تتعامل معاهم، يعني مش عارف تتعامل معاهم باي اسلوب. بقول لك هنا هيكون عندك مشكل، في عندك مشكل، بس رب العالمين هيقف معاك وهتتحل، ما تقلقش هتتحل باذن الله. وفي عندك هنا شخص، الشخص ده بيرسل لك رساله، بيرسل لك رسالة على التليفون وبتكون محتار ترد او لا، هو عمال يرسل لك او هيرسل لك او رسل لك رسالة وانت محتار ترد او لا، الاختيار ليك. شايف ان عندك في يعني انفراجات مادية، وفي نفس الوقت في ازمات مادية، عندك انفراجات وعندك ازمات مادية، وده بيدل انك تكون حريص في امورك، يعني بيدل لك او بشرك عشان تكون حريص يعني في امورك المادية، لانها تعاني بكسرة عشان المصاريف، خف المصاريف، مصاريفك اكتر من اللازم. في هنا يعني انسانة شغلانتها القيل والكال، شغلانتها القيل والكال، خليك حذر واحذر، احذر منه واحذر من تصرف يعني يصدر منك عشان محدش يفهمك غلط مع حد،
شايف هنا هتكون في مكان، في حد مع حد هنا هتكون في مكان، وهيدخل عليك شخص وهو بيسلم عليك هتكون قاعد، وهترد بطريقة يعني هيفهمها غلط، يعني هيفهم كلامك غلط. شايفك هنا يعني، وهياخذها بطريقة من الزعل، يعني هياخذ كلامك بطريقة من الزعل. احذر، احذر من شخصيا حواليك. الاول شخص هيحكي عليك يعني كلام بالغلط، هيحكي كلام بالغلط عليك مع حد، والتاني مركز معك في كل امورك، في كل امورك مبالغين. شايفك هنا بتمسكهم وبتفرح، شايفك عندك هدية حلوة، هدية حلوة يعني بتطلع منك لحد. الهدية دي انت اللي بتديها لحد، بتطلع منك لحد. شايفك هنا في بلوك ما بينك، يعني بلوك بيحصل بينك وما بين شخص، بيحصل مش هينفك، في بلوك بيحصل ما بينك وما بين شخص. عندك هنا تغير، تغير عمل من مكان لمكان، في تغير عمل عندك من مكان لمكان، تغير العمل ده، بس النصر موجود عندك، النصر موجود. حاول تحافظ الفترة دي على علاقاتك، حاول تحافظ على علاقاتك عشان النصر موجود معاك، والهم اللي جواك هينزح عن قريب، الهم اللي دواك هينزاح عن قريب. ارمي حمولك على رب العالمين وما تشيلش هم حاجة، ما تشيلش هم اي حاجة. اشخاص حواليك عندهم الغيرة منك، هم كده كده حاسدينك وعندهم اكتر حاجة الغيرة منك، وكأن شايف ومن عيونهم مليانة حقد وحسد اتجاهك، حاسدينك، عيونهم دي يعني زي اللي بتبخ سم. شفت الأفعى لما تبخ سم؟ هم عيونهم بتبخ سم، مليانة حقد وحسد اتجاههم. شايفك هنا انت هتطلب من شخص طلب، وهيمضي ليك في امضى، وهيمضي ليك فيه. وعندك هنا شخص بيحصل يعني بيحصل بينك وما بينه خلاف، انت مش بتحكي عليه لحد، ولكن هو بيدور وبيحكي للشرق والغرب، بيحكي للشرق والغرب. اتنين اوقات يعني شايفك هنا وبتسافر من مكان او بلد مش بتكون مرتاح فيه. شايف هنا وطالع يعني هنا عندك ريسك جاي لك، رغم ان شايفك يعني الفترة دي للتاني بتتكركب الامور معاك، بتتكركب الامور معاك المادية. شايف هنا بقول لك شخص يعني هتستحمل معاملاته البايخة معاك لحد ما تخلص مصلحتك منه، بتستحمل اي حدا بتستحمله لحدك يعني ما تخلص مصلحتك منه. عندك امور هنا معطلة، عندك امور كذا حدا معاك معطلة، بس رب العالمين هيمشيها معاك قريبا. شخص هنا يعني هيمشيها معاك قريبا باذن الله، شخص هنا بيقف جنبك وبيساعدك، الشخص ده بيساعدك في يعني مبلغ مادي في موضوع معين، وانا شايفك هنا يعني مهم. حاولوا هنا يعني في اشخاص، حاول اشخاص حواليك يعني يخطوك في احباط، بس انا شايفها تكون عندك القدرة انك تكون شجاع وقادر تقف، شايفك قادر تقف وتندح في امضاء عقد. شايف هتمضي على عقد، عقد مهم بالنسبة ليك، بس انا شايف علاقة ثالثة بتأثر على علاقتك بالشريك، شايفك بتأثر بعلاقتك بالشريك، في خلاف ما بينك وما بين حد، عندك من عتبة البيت بسبب القيل والقال، برضه القيل والقال. في عندك مناسبة بتتعزم فيها، يعني المناسبة دي بتتعزم فيها. صلى على الحبيب المصطفى، بسم الله الكاشف.
شايف هنا حواليك اشخاص يعني هيتعمدوا عندهم يعني وتصرفاتهم معاك بطريقة سلوكية بسبب الغيرة برضو الشديدة. شايفك هتحصل على مكانة اجتماعية مميزة، بس خلي الصبر حليفك الفترة اللي جاية، خلي الصبر حليفك الفترة اللي جاية. شايف برضو هنا قلبك موجوع كتير، وكان شايفك هنا شايل برضو جواك يعني هم او هموم او حزن، مش عارف يعني مع مين تتكلم ومع مين تحكي. امور يعني حواليك يعني فيها عدم انضباط، ارمي حمولك على رب العالمين، لان هو يعني اللي بيريح قلبك من كل الهموم. رب العالمين اللي بيريح قلبك من كل الهموم. شايفك هنا بقول لك عندك شخص يعني متقلب الود، والود يعني شايف هنا بيكون بينك وبينه هينقلب بين يوم وليلة. في شخص يعني بينك وبينه فراق أو خصام، بتردع علاقتكم، بتردع العلاقة أقوى من قبل. بس حتى لو ردعت العلاقة، فهو لسه عنده النرجسية والأنانية. حتى لو ردعت فهو عنده النرجسية والأنانية لسه موجودة. شايف هنا شخص يعني الشخص ده يعني بيجبر بخاطرك في موضوع انت يعني بتحتاده فيه، وشايف هنا عندك طريق سفر هيكون خير عليك. في شخص هنا من المقربين منك، يعني الشخص ده من المقربين منك، هيعاني الفترة دي بوعكة صحية. الشخص ده يعاني بوعكة صحية، ويحذر الفترة دي يعني من منطقة الصدر وتعب المعدة. شايفك انها تحتاج يعني تبرر لشخص موقف صدر منك، ولكن مش ها يعني الشخص ده مش هيسمع ليك في كل التبررات. وانا عايز اقول لك يعني هنا ما تبررش لحد ملوش أهمية عندك، ما تبررش لحد ملوش أهمية عندك. في عندك هنا مشوار بتروحه وبتتقابل مع حد صدفة، بتسلم عليه أو بتسلم عليه، وبيطلب منك رقم التليفون وبيردع يتواصل معاك من تاني. شايفه هنا بقول لك يعني داخل لك شخص بعد فترة، شايفك هنا تتعرف عليه، عندك الخير قادم ليك. بس خلي قلبك متسع بالإيمان والثقة في رب العالمين. هتسمع هنا على شخص انه يعني الشخص ده عنده إدمان او عنده حالة، وهذا الشخص يعني بعد فترة شايفك هنا، بس بعد وبيتعرض يعني الشخص ده لوعكة صحية خطيرة. عندك دعوة مستجابة من رب العالمين، وفي عندك هنا يعني شلال زي ما بيقولوا، شلال رزق، شلال خير ورزق داخل لك هينفتح ليك بسبب الدعوة. عندك الدعوة دي يا رب العالمين استجابها ليك، لأن شايف شلال خير ورزق داخل لك عن قريب، بتغير مكان وبتغير يعني عملك الفترة اللي جاية. وفي عندك يعني بس خلي إنسانة هنا دي بتتدسس عليك بطريقة غير ذكية، في بلوك بينفك بينكم وبين شخص. عندك نصر على الشخصين دول أزوك وبيضايقوك، عندك نصرة بإذن الله تعالى، وحقك رادع مهما تم، حقك رادع بإذن الله تعالى. والنقلة من مكان لمكان راح تنتقل، وعندك نقلة عمل من شلال الرزق اللي هيتفتح معاك، هتفتح لك كل أبواب الرزق والسعادة بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أحبابي في الله فضلا وليس أمرا يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة